لم أتردد، ما ترددتش باش نجي نحضر في هذا الحفل لأسباب أجملها فيما يلي. السبب الأول هو أن اليوم غادي ينطلق واحد البرنامج مكثف مهم للتواصل مع مغاربة العالم، اللي هو كان ديما كيتم، ولكن هذه المرة غيكون واحد القفزة. كانت من قبل كتكون عدد محدود من الفرق المسرحية، عدد محدود من الجولات في عدد محدود من الدول. اليوم برنامج مكثف في سنة واحدة، في سنة واحدة تقريبا غادي يكون 300 عرض مسرحي، 140 فرقة مسرحية. فهذا عمل مكثف تستحق عليه الوزارة المعنية التنويه لأن نظمته، ويستحق عليه الفنانون أنفسهم التنويه والتصوير. هذا السبب الأول. بطبيعة الحال السبب الثاني أنه للسنة الثانية غيتكون فرق أمازيغية حاضرة. أيتما تسمع أكوني صباح ربي اللي تقبل باش أدينا نشارك مع الورشات اللي كل بهاري يفولكين. السنة الماضية اتفقنا أن السيد الوزير باش يبدأ فعلا دعوة الفرق المسرحية الأمازيغية للمشاركة في هذا البرنامج في التواصل مع مغاربة العالم من قبل المسرحيين ومسرحيات مغاربة. وكانت بعض الفرق المسرحية الأمازيغية السنة الماضية، هذه السنة على ما فهمت 51 عرض مسرحي أمازيغي. ما كفيش، ولكن هذه بداية مشجعة ومهمة. كنشكروا عليها الإخوان والأخوات اللي غادي يشاركوا المسرحيين، وأيضا كنشكروا عليها الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللي شارك باش ينجح هذا الورش ديال الإدماج الأمازيغية في هذه الجولات المسرحية عبر العالم. وحنا كنعرفوا بأن كثير من المغاربة في كثير من الدول متعطشين لهذا الاسم. وهذا هو السبب الثالث، أنه بينت التجربة ديال السنوات الماضية أن هناك تعطش كبير لهذا الفن المسرحي الوطني باش يمشي يوصل عند المغاربة. وهذا كبير العمق ديال الوطنية ديال المغاربة فيما كانوا، حيث ما كانوا في جميع دول العالم، في جميع المناطق والقارات، كيوصلوهم المغاربة كيفرحوا، كيجي عندهم الفن المغربي والمسرح المغربي كيفرحوا أكثر، لأن كيلقاو اللي يذكرهم، اللي يفكرهم في بلادهم، كيتواصلوا، كيحسوا هذاك الحنين، كيحسوا به، كيحيا، يحيا كثيرا. ففي الحقيقة هذا عمل وطني مهم. ومن بين الأمور اللي دائما كنقولوا تكون في البرامج ديال التواصل مع مغاربة العالم هو التواصل الثقافي فني الذي يحيي الصلة الوطنية والصلة الشعبية والصلة الاجتماعية، وهذا مهم. فلذلك أنا غادي نقول لكم راه أنتم غادي تقوموا بواحد العمل وطني مهم جدا، مهم جدا، ماشي ثانوي، ماشي شي حاجة ثانوية، لا، هو مهم جدا. لأن هاد المغاربة وخصوصا الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، فين كاين دابا؟ كاين الجيل الرابع في بعض الدول، هادو خص فعلا اللي يحيي لهم هذيك الثقافة الوطنية والثقافة المغربية ويتعايشوا معها ويتعارفوا معها. وبالتالي إن شاء الله هذا غادي تكون واحد وسيلة لتبقى صلتهم ببلدهم صلة قوية إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.